الشكر للاستاذ رجب للاستاذ شاشي ان شاء الله بميزان الحسنات ان شاء الله ربي يحفظكم انتم وكل الاسره وان شاء الله موفقين. الاخوه الحاضرين اهلا بكم. هذا نشاط طبعا المدرسه المعلمه هدى جهود تقدر فتشكر حقيقة. كان كادر في القمة في كل شيء، في التعاون في كل شيء. وما ننكرش جميل مراقبة التعليم أستاذ مراد مكلوف عميد البلدية، تعاوننا مع المعهد العالي لعدد المعلمين، تعاوننا مع مستشفى كباو، يعني جميع المؤسسات اللي في كباو ساعدت المدرسة. هي احنا نستنوا في رحمه ربي تبعناها بس، لكن تسعوا لازم وان شاء الله موفقين. والله قادر في بارك الله فيكم، ان شاء الله تستفادوا من الدوره هذه باذن الله. احنا يكون عندنا دورات ثانيه. ماني نتشرف انني نوقف قدام في اساتذه درسوني وهم موجودين هنا، فبالامانه مش حنقدر نلقى كلمات بطريق انني نتكلم قدامهم، فبارك الله فيكم. من مشايخ من اجتماع الاسر بهذه الالفه هذه، كما لا انسى شكر وتقديري للاخوه الاساتذه الدكاتره دكتور رجب. ما نبدو في شهادات المعلمين والمتدربين، عندنا ناس من السنه اللي فاتت كل ما نمشوا نلقوا اداره صاغيه ونلقوا فعل ونلقوا يعني مستحيل ايد تصفق بروح زي ما نقولوا دي سميره سعيد زياد. سيام عبد الله شريحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. مراقب التربية التعليمية كما هو تنقيل علي أحمد في نهاية دورة التأهيل المدرسي والسهول الأولى في علم النفس والاقتصاد الاجتماعي التي قام بها كل من الدكاترة أستاذ موسى والدكتور رجب بجناح بمجهودات جبارة من إدارة المدرسة هدى صالح ربيع. نتمنى لهم كل التوفيق والنصائح والنجاح. تكلمت لمدة ثلاثة أيام، تكلمت بنجاح كبير بين المدرسين وبين المتلقين، وكانت نتائج باهرة وتم توزيع شهادة التقدير لها. وإن شاء الله حنتواصل بهذه الدورات المفيدة والمهمة للمدرسين في كل بلدية كباو، كل المناطق الأميرة في مشاريع كباو وسط الجامعة. وفق الله الجميع إن شاء الله. السلام عليكم. أنا طبعا مدرس بمدرسة 17 فبراير صالح مسعود العزابي. حضرنا دورة التدريب هذه في علم النفس لمدة ثلاثة أيام. هذا اليوم هو اليوم الختامي، واستفدنا كثيرا من خلال المحاضرة ومن خلال التدريب ومن خلال طبعا النقاش الذي تم بين الإخوة المحاضرين وجمع المعلمين والمعلمات. استفدنا عدة تجارب إن شاء الله بحول الله تعالى سنقوم بتطبيقها في الواقع.